مشاهدينا الكرام، طاب توقيتكم ومرحبا بكم في لقاء جديد وعدد جديد من برنامج عين على الجالية. عين على الجالية لهذا الأسبوع نخصص الجزء الأول إلى قرار الحكومة الجزائرية التي أعلنت عن تخصيص صندوق للرعاية الجزائريين المتوفين في الخارج. هذا الصندوق جاء تحت عنوان التضامن مع الرعاية الجزائريين المتوفين في الخارج. أما الجزء الثاني سنخصصه إلى تورط المغرب في قضية تجسس جديدة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمعروف اختصارا بCFCM Conseil Français du Culte Musulman، بحيث كشفت يومية لو بوان الفرنسية ولو باريزيان بحر الأسبوع الفارط أنه قد تم اختراق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية برئاسة محمد موسوي من قبل مصالح مخابرات المخزن، وهي فضيحة جديدة تضاف للمغرب بعد فضيحة ما يعرف أو ما عرف ببرنامج بيكاسيوس للتجسس. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه المواضيع أسعد باستضافة كل من الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا بكم جميعا. يسعدنا أن تكونوا معنا، كما نستضيف الأستاذ الدكتور يوسف مشرية إطار سابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرحبا. مرحبا بكم جميعا. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر خدمة سكايب من باريس الأستاذ باديس فضلاء، ناشط ثقافي ومسير شركة لنقل جثامين الموتى المسلمين من فرنسا وبقية الدول الأوروبية. كما سيكون معنا من إسبانيا سعيد بن رقية رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر. مرحبا بكم جميعا. إذا قلت قررت الحكومة الجزائرية إنشاء صندوق للتضامن مع المتوفين من الجزائريين بالخارج. هذه الخطوة وصفت بأنها تأتي في إطار التكفل بانشغالات الجالية، علاوة على أنها جاءت بعد أيام من تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة التي شغلت بال الكثيرين. تدخل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان يوم افتتاح ندوة ما عرف ببعثة رؤساء الدبلوماسية، بعثة رؤساء الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية. نتابع ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية ونبدأ النقاش. بالنسبة للجزائريين اللي أصابتهم مصيبة في الخارج، توفى ولا يعني، هذه ما بدون نقاش. المهم أن الجثمان يصل إلى الأهل هنا ويقوموا بالجانب تاعهم، الواجب تاعهم. الوثائق نصلحها بعد مع السفارة ومع القنصلية ومع ما هوش هذا اللي غادي يعني يتسبب في 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 مصاريف مالية كبيرة ولا. مهم أننا نعرف أن الإنسان بصفة عامة وبالأخص اللي عايش في الغربة، لما يفقد عضو من العائلة نتاعو ويبقى يعني وحده، لما توقف مع السفارة يفو بالأخص وين متواجدة جالية قوية، تكون عندكم دي زاكومبانياتور بالنسبة للجزائريين اللي يعني راهم مصابين مثلهم مثل غير. إذن كانت هذه كلمة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. أبدأ معك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، ما هي قراءتك لقرار المجلس الوزاري، يعني هذا ما قررته الحكومة، وهو إنشاء صندوق التضامن للرعاية للتضامن مع الرعاية الجزائريين المتوفين في الخارج؟ لا يمكن أن تكون انطباعاتي إلا إيجابية، وإيجابية جداً، لأن العناية بالجالية وأبناء الجالية الأحياء منهم والأموات هذا حلم كنا نحلم به دائما، وها هو الآن يتحقق، لأن هؤلاء أكبادنا اللي عايشين في الخارج وهم يمثلون ثقافتنا وهويتنا وشخصيتنا وقوميتنا ووطنيتنا، يستحقون من بلدهم الأم كل الاهتمام وكل العناية. كان الاهتمام منصب على الأحياء، على
التكفل بمشاكلهم الدينية، بمشاكلهم الثقافية، بمشاكلهم الاقتصادية، بكل مشاكلهم، لتوعيتهم بانتمائهم إلى وطنهم. والآن انصب الاهتمام كذلك على الأموات، وهذا شيء مهم جدا يتناغم مع الإسلام نفسه اللي يهتم بالإنسان منذ الحمل إلى الممات. نعم، هذا مهم جدا. استسمحك دكتور، لأنه هذا الإشكال كان يمس بكرامة المتوفي، خاصة من الجيل الأول اللي ما عندهمش إمكانيات، لأنه العملية يعني مكلفة. ها هي اليوم الحكومة الجزائرية تقرر عن طريق السفارة والقنصليات التعامل مع هذه الحالات، يعني التكفل بالمصاريف ونقل الجثمان إلى الوطن الأم. المعاني التي نستفيدها من هذا هي معاني تخدم الأحياء وتخدم الأموات معا. تخدم الأحياء العائلة المنكوبة التي تصاب في عزيز أو عزيزات لديها، هذه تكون في حالة مأساوية، وقد تكون في حالة اقتصادية لا تسمح لها بالتكفل بالجثمان، فتأتي دولتها وتتكفل بهذا وتعطيها الأمن والأمان حتى يكون الميت كذا. ثم التكفل بالموتى كذلك، أنهم يدفنون وفق التقاليد والسنن والقيم الإسلامية من غسل ومن دفن ومن نقل ومن صلاة وما إلى ذلك، وهذا كذلك عناية بحقوق الميت علينا. نعم. هذه كلها مهمة، هذه سنراها بعد قليل مع باديس فضلاء من باريس، لأنه يشرف كمسير وكمدير شركة يشرف على كل التفاصيل التي ذكرتها دكتور. دكتور مشهرية، برأيك خطوة مماثلة هل ستمس كل شرائح الجالية أم المعوزين، خاصة الجيل الأول اللي تجاوزوا 70 سنة اليوم في حياتهم وما عندهمش مدخول، يعني عايش بمصاريف قليلة ما يعرف بالتقاعد، يعني سيديرو تريتي. شكرا أخي عبد الكريم. قرار الرئيس جاء في وقته، وجاء وقد وعد من قبله بهذا القرار، والآن ظن خرج في المرسوم الرئاسي، خرج عن دوكري بريزيدنسيال، وينبغي الجالية عموم الجالية الجزائرية في الخارج، نعم. الخارجي، ولكن الخصوصية في المناطق الغربية والمناطق في البلاد غير الإسلامية، وأكبر جالية موجودة هي في فرنسا، ربما كندا، ربما سويسرا. هذه الجالية كما قال تفضل شيخنا ودكتورنا عبد الرزاق دائما عندها علاقة متأصلة بهويتها الإسلامية الدينية الروحية، وأن إكرام الإنسان ميتا كإكرامه حيا، وبالتالي من إكرامه ينبغي له بهذه الطقوس. لماذا؟ لأن جاليتنا الموجودة في فرنسا وفي أوروبا عموما، للأسف الشديد عموم فرنسا ليس هناك إلا 70 كاري مسلمون، إلا مقبرة واحدة إسلامية في أفيسان في بوبيني، وهناك مربع كذلك كاري مسلمون أبيرلاشيز، كاين 70 كاري مسلمون أو تيغتوار فرونسي، لكن كمقبرة إسلامية كاين وحدة برك في بوبيني، في بوبيني فقط. وبالتالي هنا يخافوا، لأن علاش سانكون؟ لأن البلدية تكف أبري سانكون يحرقوا هذه الجثة. نعم. هذه يعطوا الكرامات. نعم. وبالتالي هذا الهاجس، هذا القرار. نعم. أنا نشوفه مليح جدا. نعم. لأنه علاش جاليتنا في الخارج في فرنسا خصوصا متضامنة، متضامنة ما بين هاي المو يديروا هذيك لاكوتيزاسيون وينقلوا الميت، لكن فيه طائفة. نعم. فيه الحرقة، فيه الكلانديستين، فيه الأسدياف ما عندوش. نعم. ربما نعم. مآله إلى الحرق للأسف الشديد. نعم. وبالتالي مثل هذا القرار مهم جدا أن الدولة وقفة مع هذه الفئة التي موجودة هناك، وهذا سيشعر حتى المهاجرين بأن هناك تكفل وهناك رعاية من الوطن. نعم. الأم أو الدولة. نعم. والرئيس أشار. نعم. في خطابه قال. نعم. لابد من مرافقة، ديروا أنكوبانياتو. نعم. مرافقة، هذا مهم جدا فورا. فعلا. نذهب إلى باريس معك باديس فضلاء، سمعت السادة الدكاترة داخل الأستوديو ماذا قالوا، خاصة تلك الحالات الاجتماعية والإنسانية اللي باعتبارك محتك بالجالية وتقوم بالعمل الإداري وتشرف على نقل الجثامين من فرنسا خاصة وما جاورها من البلدان الأوروبية إلى الوطن الأم خاصة الجزائر.
ما رأيك باديس في تلك الحالات التي لا تملك أموالا لترحيل الجثمان إلى الوطن الأم، وما يعرف كذلك بأن الجثة أحيانا ترمى إلى لافوس كومين؟ نعم، أولا إذا سمحت أخ عبد الكريم أريد أن أهنئ نفسي وأهنئ الجالية بصفة عامة على هذا المرسوم الرئاسي الذي كان له شجاعة كبيرة، وأشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه الشجاعة في إمضاء هذا المرسوم، لأنه تعذبت كثير هذه الجالية في هذا الأساس. وثانيا أريد أن أهنئ نفسي وإخواني في الجالية أيضا، وأشكر السيد رئيس الجمهورية على أنه اجتمع بالهيئة الدبلوماسية، وهذا نادرا ما وقع إن لم يكن المرة الأولى التي وقع في هذا المؤتمر، والحمد لله الذي وصلنا إلى هذه النتيجة التي نباركها ونشجعها. فيما يخص الجالية، طبعا تعذبت كثير هذه الجالية، تعذبت كثير وشربت المرار كثير، وإحنا ما ننساوش في سنة 2003 عندما جاءت هذه ديك الموجة الحرارية اللي وقعت، لا كانيكول اللي وقعت في فرنسا بصفة خاصة، وكيفاش كانت الجالية، كان بالخصوص الجيل الأول والثاني اللي كانوا يتوفاوا ويوضعوهم في الحفر الجماعية ديك فوس كوميون، يعني بأشياء غريبة جدا وبطريقة غريبة أغرب. وهذا اللي كنا نددنا به وندينا به، ولكن مع الأسف ما في ذاك الوقت ما كانتش أصواتنا مسموعة. وهؤلاء اللي ماتوا في، أولا عاشوا في عزلة نعم. تامة وماتوا في عزلة، هذا اللي يقول لك عاش غريبا ومات غريبا. اليوم رجعنا نتعاملوا مع الجيل الثالث والرابع كذلك. هذا الجيل هذا ما عندناش ملياردير، احنا في الجالية الجزائرية عندنا ناس مساكن اغلبيتهم في اعمال بسيطة وفي شوماج وفي تقاعد وطلبة الى اخره. فاليوم نشوفوا بان استسمحك عذرا على المقاطعة بديس. نعم؟ اذا ممكن تعطينا يعني بالتقريب كم يجب أن ندفع لترحيل جثمان متوفي في فرنسا باتجاه الوطن الأم الجزائر بالتقريب، يعني شحال تكلف العملية؟ هو العملية تكلف بين 2300 أورو إلى 2900 و3000 أورو تقريبا. هذا في حالة إذا كان مرافق للجثة، يعني أنا كومبانياتور وإلا فقط الجثمان. لا، ما كانش كومبانياتور على خاطر ما كانش ضمان، يلزم يكون ضمان، يكون تكون الأسيرانس. نعم. كانت الأزمان الودادية الجزائرية اللي انحلت في 90 ولا 91. نعم. هي اللي كانت تضمن هذا الشيء، هذا تضمن الرجوع الجثمين. نعم. ونقل الجثمين، ثم تضمن الدفع التذكرة نتاع اللي يرافق الجثة. نعم. فهذا ما كانش خلاص، كاين فقط اليوم بعض الجمعيات. نعم. اللي تعمل هذا الضمان، هذا لاسيورانس، هذه اوبسك اللي يسموها لاسيورانس اوبسك، غارونتي اوبسك. نعم. او لي كاس. نعم. لي كاس تاع لي فيلاج بالخصوص القبائل الصغرى والكبرى. وهذا يدفع الاعضاء باش يجددوا العضويه نتاعهم كل كل ما يكون جنازه، كل ما يكون. نعم. وفاه. نعم. وهذا ماهوش سهل يعني. أنتم اليوم كشركة بديس، إذا كانت تسمح لي، مضطرين باش تنسقوا مع مصالح القنصلية زائد السفارة عندما يتعلق الأمر بمتوفي من الجالية الجزائرية طبعا. وسأعود إليك خاصة في الجزء الثاني في موضوع علاقة هذه الشركات، ما يسمى لبونفينا ميزيلمان، علاقتها بمسجد باريس فيما يخص القيام بالواجبات التي أشار إليها الدكتور عبد الرزاق السوم قبل قليل. نعم، ابقى معنا بديس، نذهب إلى إسبانيا، ومعنا كذلك من هناك سعيد بن رقية رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر.
الأخ سعيد أرحب بك من جديد. هل الوضع بإسبانيا بالنسبة للجالية الجزائرية هو نفس الوضع؟ سمعت الآن مداخلات على الضيوف سواء عبر سكايب أو داخل الأستوديو، أم هناك طرق أخرى تتصرف أو تقوم بها الجالية في قضية ترحيل الجثمان إلى الوطن الأم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييكم بتحيات الإسلام والوطن وتحياتهما السلام، أحييكم من هذا المنبر أخي عبد الكريم على هذا البرنامج القيم، وكذلك كل ضيوفك الكرام والطيبين سواء الحاضرين في المنبر أو عن طريق السكايب أخونا غديس من باريس. دعني أخي عبد الكريم أن أشرح نوعا ما أو ربما أعرج أو أعود إلى الوراء لأفصل في بعض المحطات التي ربما مرت بها الجالية في ملف ترحيل الجثامين. كما يعلم الجميع ربما وذكر الأخ يعني الأخ الكريم أنه بعد ما تم فتح الودادية، ربما الودادية اللي كانت قوة اجتماعية وقوة يعني تتكفل بكل الجوانب، وكانت فعلا غيرت موازين سياسية واجتماعية عندما كانت تحت قيادة النظام بومدييني، وتم تكسيرها عمدا ويعني بدون الصورة والصوت، لأنها تخدم الوطن ولا تخدم معادين للوطن. نعم. إذا كما قلت ترحيل الجثامين، نحن كجالية ربما نحن نتكلم على عقد من الزمن، نتكلم على من 2000 و2001 و2002، كانت هذا كانشغال قاعدي يعني حاولنا نوصله بكل الطرق، يعني نتكلم على بعض وزراء وممثلين ومكلفين يعني كتاب دولة وغير ذلك. كان انشغال قاعدي، كنا نتلقى الجالية تاعنا في إسبانيا ولا غير إسبانيا كانت تلقى هذا الإشكال، وكانت كنا نعتمد على طرق تقليدية، يعني ندوره يعني بالمساجد ونحاول نديروا بيناتنا عن طريق صندوق خاص، يعني ونحاولوا كي تصرى المعضلة نتكاتف ونلم هذاك المبلغ نتكلموا على يتراوح بين 2500 بين 2200 كما قال الأخ و2500. هي الآن نحن بحكم جمعيتنا بعد ما يعني في كنا في الحالة العادية الحالة التقليدية توفقنا أنه لحقنا حتى 1900 أورو، يعني عن طريق اتفاق مع بعض نعم. مع بعض الشركة نقل الجثامين هنا في إسبانيا، وبالتالي تم تخفيض الثمن إلى 1900 حتى 2000 أورو. إذن هذا الجانب كنا كما قلت الطرق التقليدية، ثم بعد ذلك بعد ما ألحنا وحلينا وتكلمنا مع مسؤولين، ربما الجزائر في عهد في 2010 ربما استجابت لهذا الأمر ولكن بطريقتها الخاصة، تم إدراج ما يعرف بمؤسسة الأس آآ اللي من خلالها عمدت على 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 انه الجاليه تقوم بالانخراط في هذا المشروع تاع الاس ا ا وتقوم يعني بالشراء هذا الاخر، يعني تكلم على 24 اورو ولا 25 اورو للفرد، واذا كان فردين اظن 30 اورو. ولكن كما تعلم انه جاليتنا حساسه جدا بامر تاع انك تسوري حياتك وغير ذلك حساسه، وبالتالي هذا المشروع لم يلقى ترحاب الواسع. السيد سعيد عذرا على المقاطعه، لانه كان فيه اقتراح من قبل المعروف على مستوى القنصليات الامر المتعلق بالجاليه الوطنيه بالخارج، ان ما يعرف بلاكارت كونسولير يعني الانسان اللي يكون مسجل ومعروف لدى القنصليه، هذه البطاقه صالحه لمده 5 سنوات وتعطى بدون مقابل. الاقتراح اللي كان أن كل جزائري يستلم بطاقة لاكارت كونسولير يدفع 5 يورو مثلا، هي بمثابة تأمين في حالة الوفاة في الأسرة، كاين فاميليال وكاين انديفيديال يعني خاصة بالأسرة ككل أو الشخصية. أبقى معنا سعيد برقية من إسبانيا. أعود إليك الأستاذ الدكتور قسوم، أنت سمعت الآن بمرارة وللإشارة أن الأستاذ قسوم تقلت منصب بمسجد باريس سنوات الثمانينات، فأنت أدرى بمشاكل الجالية خاصة في هذا الجانب. برأيك اليوم قرار الحكومة الجزائرية هو حفظ لكرامة الجزائري كما قلنا تفاديا لتلك العملية التي أشار إليها سعيد من إسبانيا، أن الناس كانت تروح تكوتيزي يعني في المقاهي إلى غير ذلك عندما يتعلق الأمر بنقل الجثمان إلى الوطن الأم، إلا أن المسألة مرتبطة كذلك بشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي يجب أن تقدم كذلك ترخيصا لنقل الجثمان. هل برأيك هذه الآليات يعني يمكن
إيجاد حل في القريب العاجل تماشيا وهذا المرسوم أم سيطول الأمر؟ أنا أعتقد بأن لا مناص لا بد لمختلف المؤسسات المعنية بالجثامين، جثمان الحي وجثمان الميت وما إلى ذلك، لا بد لهذه المؤسسات من أن تتفاعل وبإيجابية مع قرار الدولة اليوم. لماذا؟ لأن لا بد من أن نجنب الجالية هذا ماء الوجه، يعني ضياع ماء الوجه، أنها تمشي للقهوة تطلب باش تدفن يعني ابنها ولا بنتها ولا كذا، هذا لا يستقيم. ثانيا، كما فعلت الدولة على مستوى عالي مستوى الجمهورية، ينبغي على الخط الجوي أيضا، ينبغي على باقي المؤسسات أن تحدو حدوها وأن تستجيب لهذا المطلب، فتحس الجالية كلها بالانسجام ما بين القنصليات زائد الخطوط الجوية، الجالية كلها تحس بالانسجام وتتجاوب مع نداء الوطن الذي وجه إليها. ربما هذا القرار الدكتور مشرية جاء متأخرا برأيك أم هو صائب اليوم كما قال الدكتور ويجب تجاوز كل العراقيل، لأن العملية تتطلب تنسيق فقط ما بين الجهات التي تشرف على العملية؟ سيفغي خويا عبد الكريم، القرار قوي وشجاع، ولكن ما ينبغي أن ما يبقاش حبر على ورق، لابد على كل مصالح أن تتفاعل وأن تتناغم مع قرار مجلس الوزراء والمرسوم أخرج في مرسوم رئاسي. نعم. على بالك باللي وش يصير أحيانا، الجزائري عنده النيف وعنده الكرامة، هذيك لا يمكن أنت يموت لك واحد ميت ويكون معوز وتقارع أسبوع ولا أسبوعين باش تخرج لبابراس تاعو باش يدفن. حتى في أبجديات الثقافة الدينية التعجيل بدفن الميت غير ممكن باللي إدارة قنصلية تقول لك جيبي تروا فاكتور بيرفورموال ومون ديزون ندوه باش ننسلكو. غير ممكن هذا. دكتور مشرية، خلينا نشرك باديس فضلة من باريس. بديس، سمعت الآن الدكتور مشرية أشار إلى نقطة مهمة جدا، قضية لاباباراس كما اسمها، يعني القضية بيروقراطية محضة. كيف تتعاملون من جهة مع السلطات الفرنسية والسلطات الجزائرية، لأنك مطالب كذلك بتقديم ما يعرف بيرمي دونيمي من البلدية التي ولد فيها ذلك الشخص؟ كيف تتعاملون مع هذا الوضع كله بديس؟ برافو 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 للدكتور على 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 تعرضه لهذه النقطة المهمة. صح فعلا، هناك في القنصليات الجزائرية، نعم، هناك بيروقراطية قاتلة. لازم هذه المعلومات توصل للرئاسة، لأن يبدو لي أن المعلومات هذه الحقيقية الميدانية ما توصلش للسيد رئيس الجمهورية، فإذا لازم نوصلوا له هذه المعلومات حتى يكون عنده خبر بها. البيروقراطية اللي كاين في القنصليات قاتلة، فأولا. ثانيا، يرفضوا كل ما هو رقمنة، لازم تجيب الأوراق الأصلية ويزم يشوفوا الأوراق الأصلية. أتصور يعني لو كاين وفاة في مدينة ديجون، نعم، وإحنا رانا في باريس، نعم، باش نروح نجيبوا المتوفي في ديجون، يزم نعملوا الأوراق كلها فيما يخص الولاية لابريفكتور، فيما يخص البلدية، فيما يخص الشرطة، فيما يخص كل الإدارات الفرنسية تسهل العملية، وكلها تقبل الرقمنة والبارفوا ديماتيرياليزي، يعني نبعثوا في انترنت كل ما يطلبوه، ويبعثوا لنا في انترنت كل ما نطلبوه. نعم. لما نوصل القنصليات قلنا لا، لازم تعطيوني قبل رخصة شهادة الوفاة الأصلية نتاعو. يا أخي العزيز، حنا لازم نروح نشوفوا حتى لديجون باش نجيبوا الأصلية ونرجعوا حتى لباريس. خلونا نروح نجيبوا الوفاة ونجيبوه لباريس هذاك الوقت، معليش نعطيكم الشهادة الرقمية هذه من جهة. وهل رخصة الدفن باريس؟ نعم. الطابع في، سمحني دقيقة بقى. اتفضل. الطابع ندفعوه بثمن معين في القنصلية تاع باريس، نعم، ونروح القنصلية تاع نونتير الطابع مجاني. نعم. وإحنا عارفين بأن هذا الطابع هذا نحاه تنحى بمرسوم رئاسي في القانون المالية.
لماذا ما زلنا نصيبوه في بعض القنصليات كما ليون كما باريس كما الى اخره بونتواز؟ لماذا ما زلنا نصيبوه هذا الطبع ويدفع ثمنه الى اليوم وباثمان مختلفه من قنصليه الى قنصليه؟ يا هل ترى ما كانش قانون ماليه واحد يجمع هذه القنصليات؟ نعم. هذا هو التطبيق هو المهم، التطبيق هو المهم. نعم. لابد لتطبيق، سمحني، لتطبيق. نعم. المرسوم الرئاسي لابد من تعيين ناس أكفاء ما عندهم علاقة ميدانية بالجالية الجزائرية. القنصل ما عندوش علاقة بالجالية الجزائرية، ما يعرفهاش. في المسؤولين في الجزائر ما يعرفوهاش. لما نعم. نعين واحد من الجزائر ويجي لفرنسا ما يعرفش الجالية، ما يعرفش انشغالات الجالية. نعم. لازم يكون ناس في لجنة أو هيئة تشرف على هذا الموضوع، لكن تكون من الجالية نفسها حتى تكون ملمة بكل نعم. الإشارات وبكل المشاكل. وهل نفس الشيء، عندما تطلبوا رخصة الدفن البيرمي دونيمي على مستوى المدينة أو الولاية التي ولد بها المتوفي، لأنها شرط أساسي في الملف وعلاقتكم مع الخطوط الجوية الجزائرية كذلك؟ شرط أساسي، نعم، شرط أساسي في الملف عندما يكون المتوفي ما عندوش رخصة كارد ايدنتيتي، يعني نعم. بطاقة تعريف. أو جواز سفر، دفتر سفر جزائري. لما يكون نعم. غياب هذه الوثيقتين نعم. يطلبونا من القنصلية باش نجيبوا رخصة الدفن من القرية أو من المدينة التي يدفن فيها. وكثير من الأحيان رئيس البلدية في تلك المدينة يرفض أن يبعث إلينا هذه الرخصة بسبب أو بغير سبب. نعم. هذا لا أتدخل فيه. الدكتور قسوم، نعم، استسمحوا في مأزق. نعم، في الدقائق الأخيرة في المحور الأول باديس، استسمحك الدكتور قسوم، إلى متى يعني؟ راك سمعت باديس فضلة وهو مسير لشركات تعرف بلي بونفين ميزيلمان، لأنه من قبل كان ما يعرف بالمونوبول لي بي اف جي. صح. جات في 94-95 انحلت هذه الشركات وأصبحت الشركات الإسلامية، يعني البونفين ميزيلمان هي اللي تقوم بعملية تتكفل من تغسيل الميت ويعني براتيكي لوريت ميزيلمان مقارنة بالأديان الأخرى. راك سمعت الآن واش يقول باديس من باريس. طيب، هو نعم. هذا هو التعجب، التناقض بين الإرادة نعم. السياسية وبين التطبيقات الفعلية. احنا نطالب بأن تزول هذه العراقيل، هذه البيروقراطية، هذه أن تزول وأن يكون الانسجام على نغمة واحدة. نعم. يعني ما يقوله رئيس الجمهورية أمام السلك الدبلوماسي نعم. هو ما يطبق على مستوى القنصلية. هذا ما قاله رئيس الجمهورية بالحرف الواحد، ترحيل الجثة أولا وبعدين تبقى قضايا الإدارية والأوراق تسوى فيما بعد. نعم. نعم، لتسهيل. ولذلك نعم. ندعو نعم. من هذه الحصة الناجحة، ندعو كل القائمين على الشأن الجزائري في أي مكان كان أن يتجاوبوا وأن يتناغموا وأن يتفاعلوا مع نداء رئيس الجمهورية حتى نجنب أبنائنا وبناتنا في الجاليات هذه الصعوبات وهذه العراقيل. نعم. سبق لنا وأن في حلقات سابقة وكان الدكتور مشرية معنا أننا توقفنا عند مسجد باريس، وتشاء الصدف أننا نعود إلى هذا الموضوع. أطرح عليك السؤال من باريس باديس فضلاء، علاقتكم كشركات تتكفل بنقل جثامين موتى المسلمين، علاقتكم بإدارة مسجد باريس، وما هي المهام التي يقوم بها مسجد باريس في هذا؟ أسمع منك الإجابة ولكن بعد الفصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحب بكم من جديد في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة في برنامج عين على الجالية. الجزء الثاني سنخصصه إلى ما جاء في جريدة لو بوان ولو باريزيان بحر الأسبوع الفارط، حيث كشفت جريدة لو بوان ولو باريزيان تورط المغرب في قضية تجسس جديدة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمعروف اختصارا بـ CFCM، أي لو كونسي فرنسي دو كولت ميزيلمون.
بحيث أكدت جريدة لو بوان ولو باريزيان أنه قد تم اختراق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية برئاسة محمد موسوي من قبل مصالح مخابرات المخزن، وهي فضيحة جديدة للمغرب بعد فضيحة بيكاسيس. الأستاذ مشرية، وأنت المتابع لمثل هذه القضايا، ما هي قراءتك لما جاء في جريدتين لهما وزنهم في الإعلام الفرنسي لو بوان ولو باريزيان؟ tout à fait absolument لو بوان ولو باريزيان داروا هذا الخبر وهذه الفضيحة يعني للأسف الشديد، وهي تدخل سافر في الشؤون الفرنسية، رغم أن صافي ان سومان وزير الداخلية الفرنسي بعث بكومونيكي يخاطب فيها الجالية عموما. نعم. وأشار إلى هذا الأمر فعلا. لو سي اف سي ام هو مجلس الديانة الفرنسي، يتأسس منذ مدة، ورئاسته الدورية تدور على الممثلين تاع الممثل الجالية الإسلامية الإسلامية في فرنسا. نعم. سيتي بروفي باللي هذه لا موندا تكون للجزائر لا موسكيت باري جو ام بي، ولكن في ظروف تاع لو شونجمون تاع الريكتور أعطوها للمغاربة المساوي. مساوي معروف يعني معروف منذ زمان باللي ينفذ أجندة مخزنية استخبارات مغربية. مساوي معروف جاء من أفينيون، معروف لافار تاع 94 وتفجيرات مراكش، كيف اللي في ديال تاعو في لاموسكي تاعو كانوا متورطين، واللي تي كونفيكي دو فوا من جوج لوت كونتر التيروريزم. وبالتالي السؤال المطروح، كيف وصل هذا الإنسان إلى سي اف سي ام على الرئاسة؟ وحب يلعب لعبة في هذه الدورة، حب يغير القانون الأساسي تاع سي اف سي ام بحيث يكون رئاسة مدة 6 سنوات، ويسيطر المخزن على جميع الشأن الديني في فرنسا. لا يخفى عليكم أيها المشاهد الكريم، هنا ننبه الجالية وننبه السلطات الجزائرية بلي أننا فقدنا أكثر من 50 عبادة في فرنسا كانت تابعة للجالية الجزائرية تابعة على موسكيت باري. علاش؟ السؤال مطروح. لازم لا بريزونس تاع لو جي ام بي، لا بريزونس، المرافقه تاع الدوله هناك، هذه الجاليه لازم نرافقوها. بالاضافه دكتور مشرية، اتفقت تسمح لي بانه بتاريخ 3 ديسمبر اي امس بيان للسي اف سي ام ممضي من قبل محمد موسوي انه دعا الى عقد جمعيه عامه كانت مقررة في شهر ديسمبر تم تأجيلها إلى جانفيي المقبل، الهدف منها إنشاء معهد لتكوين الأئمة موازاة مع ما دعت إليه إدارة مسجد باريس. إدارة مسجد باريس مع 5 موجودة في فرنسا، منها الأفارقة، منها جماعة التبليغ، منها ممثلي بعض الكورون المغربي، 5 أنشأت لسياني المجلس تكوين الأئمة في فرنسا. نعم. وبدأوا صدقوا عليه وداروا لشارت ميثاق الشرف تاع الإمام داخل فرنسا. نعم. لأنه نعرفوا باللي لا ديسيزيون تاع ماكرون دو لا دو 2022 ما كانش إمام يجي من الخارج. نعم. يعني فرنسا هي تتكفل بتكوين الإمام عندهم هناك. نعم. الأقرب إلى العقلية ما هناك هي لا جي ام بي، أكبر جالية هي الجالية الجزائرية الموجودة. نعم. هناك. نعم. بالتالي أنا حب يلعب سي اف سي ام، حب يلعب. نعم. يلعب هذا اللعبة هذه، ولكن بينت باللي للأسف الشديد لو سي اف سي ام ايتي فيلتري من طرف. نعم. ليزاجون تاع المغاربة اللي شراو ما شراو، علما أن الجزائر ترسل يعني تنتدب أئمة سواء لمدة 4 سنوات وخاصة في الشهر الفضيل في رمضان، والجزائر هي من تدفع هذه المستحقات وتقوم حتى سكون أبيل لانترتيان تاع دور. نعم. العبادة. دعني أطرح سؤال على أستاذي قسوم. أستاذ، أنت كنت نائب عميد لفترة في مسجد باريس وأدرى بما يحاك هناك، ها هي اليوم عمل مخابراتي جوسسة حتى في دور العبادة، لم تسلم من هذا العمل، وهذا ما تؤكده حتى مصالح مكافحة الجوسسة في فرنسا. ما هي قراءتك لما يحدث الأستاذ قسوم؟ أنا أنطلق مما انتهى منه أستاذ يوسف، وهو نقص التعبئة والتوعية والتحسيس لدى جاليتنا ولدى المسؤولين عن جاليتنا هو الذي أدى إلى مثل هذا أولا. ثانيا، هذا العمل التجسسي كنا نعتقد أنه يبقى حبيس الأعمال السياسية في المكاتب السياسية في المؤسسات السياسية، لكنه أن يدخل إلى صميم العمل الديني ويلوث العمل الديني، هذا ما لا يقبل أبداً. ثالثاً، يأتي هذا الوقت صحيفة لو بوان
ولا صحيفة لباريزان ليبري، هادو اثنين ما همش موالين لكذا ولا كذا، هادو موالين لوطنهم ولبلدهم فعلا. ومع ذلك جاوا بهذه الشهادة التي تصادف هذا الجو المحموم الذي يقع على حدودنا الآن بالتطبيع الصهيوني الذي نلاحظه، فيصب الزيت على الطاحونة التي إذن بالنسبة إليك الدكتور قسوم، عذرا على المقاطعة، هو تكملة لما يحدث في الجنوب الغربي، امتداد لما يحدث، وكلها متكاملة. نعم. أعمال كلها متكاملة. وهل المقصود هي إدارة مسجد باريس بحكم أن حافيز وغيره من الإدارة الجزائرية؟ ولذلك أين هي إدارة مسجد باريس؟ لماذا مسجد باريس يعني يكون بهذا الضعف حتى يمتطى ولا حتى يعتدى عليه ولا حتى كذا؟ أين هو؟ رائع أستاذي، نذهب إلى باريس معك باديس فضلاء. سمعت الدكتور قسوم الآن يقول لك أين هي إدارة مسجد باريس أمام ما يحدث، بحكم أنه أنتم كشركات تعمل في هذا الجانب باديس تتعاملوا مع إدارة باريس. سمعت تساؤل تاع الدكتور قسوم، تفضل يا باديس. يا عزيزي شوف، الجزائري بطبعه نية، عنده نية. نعم. كل الجزائريين عندهم نعم. نية. نعم. والنية طيبة. نعم. ما عندناش الحيلولة. نعم. في معاملتنا في 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 يومياتنا ما عندناش الحيلولة. نعم. هذا هو نقطة الضعف نتاعنا. نعم. احنا نشوفوها نقطة قوة لكنها نقطة ضعف. المساجد نتكلم في فرنسا بالخصوص. نعم. المساجد في فرنسا كل المصليات والقاعات الصلاة والمساجد الصغيرة والكبيرة اللي وقعت تقريبا 95 لم يكن 100% اللي كونوها جزائريين. نعم نعم. اللي عملوها وفتحوها جزائريين. نعم. بأموال جزائرية عن طريق جمعيات بقوانينها إلى آخره. نعم. ثم يجي المخزن المغربي يتدخل في كل مرة لأنه ما عندوش النية نتاع الجزائريين. ويحدث مشاكل كبيرة كما حدث في مسجد نعم. باريس وراكم تكلمتوا عليه. نعم. السي اف سي ام هذا اللي كان بدون مشاكل. نعم. بين ليلة وضحاها انقلب الشيء وخداه المخزن وعملوا كاجيبين تاع مخزن تاع الاستعلامات وجوسسة، وهذا ما يقع في كل المساجد الصغيرة. كيف تقرأ أنت باديس، عذرا على المقاطعة، كيف تقرأ أنت وجود أشخاص داخل السي اف سي ام هم برتبة ضباط مخابرات المخزن؟ طبعا. هذا ما هوش من اليوم يا أخي العزيز، هذا ما هوش من اليوم، هذه عملية بدأت منذ سنوات كثيرة. في 94 كان أبو بكر هو الريكتور، وإحنا نبهنا في 94 1994 نبهنا على هذا الشيء، هذا بأن كان هناك هيئة وفئة مغربية كانت تحاول تتسلط وتتجسس على مسجد باريس، وهذا احنا قلناه في 94. فاليوم مع الأسف هذا هو الشيء اللي وقع. وهذه المصليات وقاعات الصلاة كلها رجعت مغربية، لأن هذا هو الشيء اللي وقع، لأن الجزائري بنيته يفتح المساجد ومن بعد ينسحب لأنه يشوف مشاكل ينسحب، وما كانش كما قال الدكتور قسوم. نعم. ما كانش حضور وتدخل انت عن المسؤول الجزائري في هذا الميدان. خليني نطرح سؤال على سعيد من اسبانيا. باديس استسمحك عندنا مع مسجد باريس. نعم. نعم. حتى نشرك معنا سعيد من اسبانيا. سعيد، سمعت باديس من باريس واش قال، برأيك هل هو راجع إلى تراجع في الأداء تاع الإطارات الجزائرية أم في تراجع الهيئة في حد ذاتها، وهل هي نفس المشاكل مطروحة بإسبانيا؟ والله أي أخ عبد الكريم، يعني كمسؤول الحصة أنا ماذا بيك تعوض لك الوقت اللي ضيعته لأنه دخلت مرة واحدة. لا نعم. وبالتالي الله يخليك، عندي الكثير ما أقوله في هذا الموضوع. سرقنا الوقت أستسمحك، يعني سرقنا الوقت أستسمحك، تفضل. فيما يخص هذا الموضوع، نحن كنا حاضرين بالصوت والصورة، نتكلم على أول مناسبة سياسية بعد ما في الانتخابات اللي كانت في 2010، اللي من خلالها الجزائر فقدت ربما بحكم، يعني في 2010 في عهد ساركوسي
بعد ما ساركوسي كان سياسيا، ونفتح قوسين مسألة الجالية المسلمة وخاصة الجزائرية بحكم العدد يعد بالملايين، وكذلك في إسبانيا وكذلك في دول أوروبية، بعض الدول وخاصة المغرب تعتبر الجالية المسلمة مادة تستثمر فيها سياسيا، ويعني وحتى في يعني بالتواطؤ مع السياسيين الفرنسيين. نحن كنا ضحية ربما تلاعب سياسي اللي جرى في 2010، اللي من خلاله تم انتخاب سياف سيام يعني في فرنسا تاع الديانة الإسلامية، اللي ساركوسي وضع واحد النقاط واحد البارامتر من اجل انتخاب يعني من يمثل هذا المجلس، لربما نقول نعاود انه كان سياسيا، وبالتالي الجزائر ويعني لقات نفسها يعني اورجو صابت روحها اورجو، لانه هذا العمل كان مخابراتي وكان كذلك بالتنسيق. مجلس باريس وحده فقط يعني بالمساحه تاعو بالتكلفه تاعو يعوض المئات من المساجد الصغيره اللي اعتمدتها المغرب في فتح في كل دواوير وفي كل البلديات، اذا اعتمدوا مقياس تعد المساجد، وبالتالي الجزائر صابت روحها خارج المنافسه. اذا وكما قلت هو عمل مخابراتي. حنايا في 2010 كنا حاضرين كما قلت ورفعنا رساله وتكلمنا مع مسؤولين في عهد بوبكر وفي عهد الوزير غلام الله، وطلبنا انه ربما ما نش متاخرين، لا بد من تاسيس ما يعرف الفيدراليه الاوروبيه لمجلس باريس، لان مجلس باريس للاسف الشديد كان ينشط فقط في فرنسا، وبالتالي يعني اخفاق الجزائر في الحصول على هذه يعني هذه الدوريه وراحت المغرب للاسف عن طريق مساوي. وبالتالي احنا وصلنا رساله والحمد لله في عهد كما قلت مبكر وفي عهد الوزير غرام الله استجابوا، وكنا حاضرين نحن في جلسات يعني ماراثونيه في باريس، وتوصلنا الى حتى تاسيس القانون الاساسي. نعم ربما يعني سعيد في هذه رجاء حتى نستفيد أكثر كذلك من وجود الأستاذ الدكتور قسوم معنا داخل المسجد بحكم أنه مارس مهامه في مسجد باريس. اليوم دكتور أعيد نفس السؤال، هل هو تراجع في الأداء يعني تاع الهيئة في حد ذاتها، أم هو تراجع وتواطؤ في من يشرف على أداء هذه المهمة؟ لأن الوضع الآن كما ذكر الدكتور مشرية كم من دور عبادة الجزائر هي من تتكفل ماديا وبشريا بالإشراف عليها، إلى أن هناك المسير هو الطرف الآخر. عندما كان الله يرحمه الشيخ عباس بن الشيخ حسين عميد مسجد باريس، أنا كنت بجانبه، كانت جل أو معظم المساجد تابعة له، كان يتكفل بها، ولكن يتكفل بها مش بالقول، بالفعل. نعم. توعية، نعمل جمعيات على مستوى الأقاليم ونجيب الأئمة ونوعوهم بحقيقة الإسلام، بحقيقة الوحدة الإسلامية. نعم. والبعد عن أي أنواع التعصب. نعم. الآن يبدو لي أن هذا الأداء قد ضعف. نعم. ولم يعد يستجيب المسجد بعيد، لم يعد يتحكم في هذه المساجد التي كنا من قبل. نعم. كانت تابعة لنا. نعم. هذه أولا. ثانيا، الدولة الجزائرية التي تقدم الميزانية. نعم. العامة. نعم. لهذا المسجد. نعم. من حقها أن تتكفل أيضا بجاليتها وأبنائها. نعم. مقابل ما تقدم. نعم. لأن لا يمكن أنني أقدم أنا ميزانية ضخمة. نعم. وأصرف على هذه المؤسسة وهذه المؤسسة لا تخضع لتوجهاتي ولقيمي ولمبادئي ولوطنيتي. حب الوطن من الإيمان، حتى الوطن الذي بعث بك وتكفل بك على الأقل أن ترد الجميل وتدافع على مصالح الدولة والوطن الذي تنتمي إليه. الدكتور مشرية الآن هو غيظ من فيض أو أعكس الصورة يعني. نعم، أنت بحكم احتكاكك، هل يعقل هذه دور العبادة التابعة للدولة الجزائرية والتي تتكفل بها في صلاة الجمعة تدعو هذه دور المساجد إلى سيدنا وأطال الله في عمر؟ صحيح. أمير المؤمنين وما إلى ذلك، أين هي الجالية الجزائرية في كل هذا يعني؟ وبالتالي أنا نوجه رسالة عبر هذا البلاطو على بالي باللي كاع الكوميتي تاعنا يتبع فيه. نعم. في فرنسا وفي سويسرا وفي كندا، أنهم لابد أن يتعبوا كما قال خويا فضالة، حنا هذيك النية قال فتنا في الجامع نجبد روحي، لا، هذا سيت ان باتريموان الجيريان،
جدودكم وجدودنا اللي كانوا في الخطوط الأولى في الحرب العالمية الأولى والثانية واللي كرمتهم وبناوا هذه لا موسكي دو باري، لا غو موسكي دو باري دو جي ام بي، لازم نحافظوا عليها. مجد باريس دائما كان صورة للإسلام المتسامح امتدادا لحضارتنا بشبه الجزيرة الإيبيرية بالأندلس اللي وصلت على 70 كيلو على باريس في بواتيه، هما اللي والجالية اليهودية من لاشاس تاع لوغيستابو جوس اكوتي الحرب العالمية الثانية ايام الراحل قدور بن غبريت، نعم داخل مجد باريس هذه شهادات موجودة موجودة. ضيف الى ذلك، انا نضيف اكبر من ذلك، انا نقول نوجه رسالة للفرنسي للسلطات الفرنسية باللي هذا ها هو ثمن التحالف مع المخزن. انا قلتها باللي لي ميم ريبوبليك الجزائريان وي هذا هو هذا. نشوفوا فقط في الفليطة الإسلاميك فقط كم من واحد شعر راحوا من الفرنسي راحوا لمناطق الصراع سوريا والعراق مع داعش، اكثر من 2000 شخص دوريجين ماروكا مغربا باش تعرف دي. هنا يبين تورط المخزن المغربي لهذه العملية، وبالتالي حفاظ على هذا الامباكت ريبوبليكان اللي في فرنسا. لا يعني الحل الوحيد والاوحد والحتميه ان تتعامل مع مجد باريس مع المحد الغزالي تكون الائمه الموجود في مجد باريس. وحتى الفرنسيين السلطات الفرنسيه تعترف بان الامام الجزائري هو الاقرب مقارنه بالاتراك او المغربي للعقليه الفرنسيه وما تريد السلطات في بلد علمانيه. حضرت في لاغوند شرحت لنا لاغوند موسكي تاع سان تيتيان، رحت لنا لاغوند موسكي تاع ستراسبورغ اللي 90% ليزارجيريا هما اللي بنوها. انت يا في التدشين يجي امام يجيبوه من الرباط ولا من فاس ويدعي الى 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 امير المؤمنين للاسف الشديد الذي وقعت الخيانة في أكبر قضية وأم القضايا كما قال سي تبون وهي القدس الشريف. القدس الشريف نعم. في دقيقة لأنه عمر الحلقة انتهى للأسف الشديد، سعيد برقية من إسبانيا في عجالة، وأستسمحك ربما الوقت سرقنا في عجالة، كلمة ختامية سعيد. تكفل بالجالية كما قال دكتور قسوم أحياء أو أمواتا، الحمد لله أمواتا. الرئيس الجمهورية أطال الله في عمره ورزقه الصحة والعافية وسدد خطاه، لأنه فعلا يغير التاريخ بقراراته وبحنكته. إذا مسألة دق الجثامين، لقد وضع الرئيس الجمهورية أصبعه على الجرح الذي كان ينزف لعقد من الزمن بهذا القرار التاريخي الذي نثمنه والذي أثلج صدور الجالية الجزائرية، هذه من جهة. أما فيما يخص الأحياء، ما دمنا هناك أحياء، إذا في مسألة الديانة الإسلامية وغير ذلك، أنا احنا كنا ربما قاطعتني في الأمر، لابد من تأسيس، لابد من عدم مركز بسرعة رجاء يعني سعيد خلاص البرنامج، لابد من تأسيس فيدرالية أوروبية لمجلس باريس حتى تكون الجالية الجزائرية ليست فقط في فرنسا وإنما في أوروبا كاملة، أنه عن طريق الفيدرالية الأوروبية لمجلس باريس ربما تحكم وتسيير وخدمة الجالية الجزائرية المسلمة. وهو كذلك وصلت الفكرة سعيد، الوقت انتهى وعمر الحلقة انتهى للأسف الشديد. باديس في بسرعة رجاء كلمة ختامية 30 ثانية تفضل. بسرعة خاطفة نعم. أنهي كلامي بتساؤلين اثنين فقط تفضل. التساؤل الأول هو كيف اليوم في الوقت اللي نفكروا فيه كيف نقلص من المصاريف نتاع الوفيات الجزائرية في فرنسا، يجينا خبر من مسجد باريس يطلعوا سومة الغسل بتقريب قريب 200 أورو. نعم 200 نعم أورو في نعم للغسل الواحد للطواليت ريتويال الواحد. هي مراسلة قامت بها إدارة مسجد باريس اللي فونفينا ميزيل مان. مسجد باريس نعم عنده أماكن ومواقع تجارية نعم تابعة لمسجد باريس نعم. لماذا أعطيت هذه المواقع نعم لمغاربة عملوا نعم فيه مطعم شكراً لم تعطى لجزائري. باديس الحديث معكم شيق إلى أن عمر الحلقة انتهى. دكتور مشرية شكراً لك أخي عبد الكريم. الجالية كما قال دكتورنا نعم نهتم بها حية وميتة، لازم بنك جزائري في فرنسا، لازم هيئة تحافظنا على الباتريمو الجزائري نعم في فرنسا وفي أوروبا عموماً، ودائما شكرا لك سيد الكريم. العفو أستاذنا قسوك. دولتنا قالت كلمتها، بقي على الجالية أن تقول أيضا كلمتها، وهي أن تتوحد، أن تعي، أن تكون يد واحدة لصد كل المحاولات الشيطانية.
مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر لكم كرم المتابعة، ولا يفوتني أن أشكر ضيوفي داخل الاستوديو: الدكتور يوسف مشرية، إطار سابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما أشكر الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين، وأشكر ضيوفي عبر خدمة سكايب كل من بديس فضلاء من باريس وسعيد برقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر. مشاهدينا الكرام، موعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل، وموضوع آخر للنقاش في برنامج عين على الجالية. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.